مساء الفل على الحبايب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد عطيته وبرنامج كابيتانو. الحقيقة الهلال بيلعب كأنه راجل عجوز، كأنه كهل، بيتحرك ببطء. اللعيبة تعبانة، لا تعبانة ده لفظ مش صح، اللعيبة منهكة برضو مش صح، اللعيبة دي مقتولة، اللعيبة دي شافت اللي محدش شافه. واللي انا قصدي عليه من الدخلة اللي انا دخلتها دي ان ما ينفعش تقول لعبت الهلال اي شيء غير هارد لك وعملتوا اللي عليكم وبرافو. معكم محمد عطيته والكلام عن مباراة الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية اللي انتهت بفوز مونتيري المكسيكي بضربات الجزاء. يلا بينا نخش نشوف هنقول ايه. صدقوني هي مش حجج او اعذار، لكنه شيء واقعي واثر في نتيجة المباريات والبطولة. زي ما احنا شفنا كده، لعيبة الهلال كانت بتلعب في الفاينل قدام أوراوا ريدز في الرياض، ثم يتوقف دولي ويروح يلعبوا ماتشين مع المنتخب السعودي في كأس العالم، تصفيات كأس العالم، ثم مباراة العودة مع أوراوا ريدز في اليابان. يكسبوها اللعيبة وفي عز فرحتهم اللعيبة تروح زي ما هي مع منتخب السعودية في بطولة خليجي 24، وينهكوا ويستهلكوا ويتمرمطوا، وبعد كده يروح يلعبوا الترجي التونسي ثم فلامينجو البرازيلي وبعد كده مونتيري المكسيكي في فترة ضيقة جدا تهد جبال مش تهد لعيبة كرة. طبيعي انك تشوف المردود البدني ده يتأثر به اللعيبة بالشكل ده. المنطقي انهم لسه داخلين البطولة جديد بدوافع مختلفة وبدوافع تخليهم يلعبوا بروح جامدة جدا. خلاهم لعبوا الشوطين بشكل جيد قدام الترجي، صعودهم للمباراة اللي بعدها وبنفس الروح وبنفس الحماسة خلاهم لعبوا شوط واحد بمنتهى القوة قدام فلامينجو البرازيلي. النهاردة خلاهم ما لعبوش اي ماتش من الشوطين، ما لعبوش اي شوط من الشوطين بالشكل اللي كانت الناس بتتمناه او بتتوقعه، وده مش عشان هما فنيا وحشين، لا بالعكس، اللعيبة دي بدنيا منهكة. كان في دقايق من المباراة كنت بحس ان محمد البريك مش قادر ياخد نفسه وبيقول يا رب الماتش يخلص دلوقتي، مع انها كانت الدقيقة حاجة و70 او حاجة و80، يعني الماتش كان لسه باقي عليه 10 دقايق. فرقة مونتيري المكسيكي عندهم مباراة مهمة جدا في الدوري المكسيكي هتحدد على اثرها مين اللي هيفوز بالدوري، وخلوا لاعبتهم تسافر والدكة ما كانش عليها غير 4 لعيبة بس، ورغم ده كله كانت الفرقة بتاعتهم واقفة على رجليها ونفسهم فيهم ولياقتهم البدنية مساعدهم لانهم مستريحين بدنيا عكس لعيبة الهلال المستهلكة اللعيبة ميتة. تشكيلة الهلال بالنسبة لي ما حملتش اي نوع من انواع المفاجآت، لان بالنسبة لي هي مباراة تحديد المركز الثالث والرابع كالعادة ما بتاخدش كل التفكير بتاع المدرب، عكس لما بتكون مباراة زي المباراة النهائية مثلا، ولهذا التغيير ما كانش يخض ولا كان غير ولا كان مؤثر. لكن طبيعي انت لما بالنسبة لك المباراة تبتدي بالمعيوف والاربعة بتوع خط الظهر زي ما هم الشهراني والبريك والسو والبليه قدامهم ادواردو وكويلار، الكلام بيبقى التغيير بقى في الفرقة من الجزء اللي قداماني كان فيها عبد الله عطيف وجوفينكو وسالم الدوسري، ومهاجم وحيد كان عمر خربين على حساب جوميز، على حساب جوميز. عمي اسمك بيلخبطنا مش ناقصه هي. لما تتفرج على اداء لعيبه الهلال في الشوطين تحس ان اللعيبه يا دوبك بتلعب بس لاجل الشعار، انما هم بدنيا مش قادرين. اللعيب عاوز يعمل حاجه بس جسمه مش متعود يعملها. هتحتار لما تيجي اقول لك قول لي مين مان اوف ذا ماتش في اللقاء، هتلاقي نفسك عمال تختار اللعيب اللي قلبك بيحبه، انما على في مستوى الاداء ما اعتقدش ان فيهم واحد اعلى من التاني او فرق بكتير قوي. لكن اجمالا لعيبة الهلال عملت اللي عليها باقصى حاجة ممكن انها تعملها. اللعيبة دي كانت بتلعب لجل الجمهور ولجل التيشيرت بس، انما فنان هم مش قادرين يعملوا حاجة. شوط اولاني كان فيه عبارة عن خط ظهر متميز ظهر فيه الكوري سو بشكل مميز جدا، هدوء اعصاب يحسد عليه، وانا كالعادة معجب كالعادة 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 بالشهراني. الشهراني بيلعب بطريقة حلوة جدا، الشهراني من اللعيبة اللي عندها روح، حسه ما بيحبش يخسر، عشان كده دايما حتى وهو سيء فنيا ما بيبانش عليه انه وحش، ودي ميزة كبيرة جدا في الشهراني. محمد البريكو زي ما بقول لكم جه عليه وقت في المباراة ما كانش قادر يشم نفسه، كان بيجري بالعافية. على فكرة البريك ده سريع جدا، لعيب سريع من مدرسة داني ألبش، لعيب الكورة السريع اللي كورته الهجومية حلوة، لكنه مش قادر يحاول، الراجل مش قادر يتحرك خلاص تعب وجاب اخره. ادواردو وكويلار من اللعيبه الكويسين، ادواردو لاعب من اللعيبه اللي عندها امكانيات الزياده الهجوميه بشكل محترم جدا، ولعيب مؤثر كالعاده دايما
في المباريات مع الهلال ودايما عنده جوال كتيره ومؤثره وجواله حلوه، والجون اللي جابه النهارده جون جميل اتلعبت له بشكل مميز جدا وحطها براسه حلوه قوي قوي، وضيع واحده بعدها براسه كان بامكانه يخلص الجيم من الشوط الاولاني، بس زي ما بقول لكم اللعيبه مش قادره تقريبا، نط لتحت مش نط لفوق. جوفينكو وعطيف وسالم الدوسري وقدامهم السوري عمر خربين، ادائهم زي ما بقول لكم اللعيبه كانت بتلعب على قد ما تقدر، بيحاولوا ينقلوا كره بشكل كتير ولكن بتيجي عند التمريره قبل الاخيره وبتطلع بشكل سيء جدا. شفنا بدل المره 10 سالم الدوسري بيحاول يعمل الشغل البدني والفني بتاعه اللي بيعمله كالعاده في الدوري السعودي او في دوري ابطال اسيا او مع المنتخب السعودي، لكنه مش قادر، كل ما يروح واحد على واحد بيقف يستنى زميله لغايه ما يجي له ويسلم، وفي الاخر خالص كل ما يجي يعمل بينيه في قلب دفاع الفرقه المكسيكيه تطلع الباصه وحشه جدا، وده ليه علاقه بالمجهود، لا اللي بيمرر عارف يمرر ولا اللي رايحاله الكوره عنده صحه يجريلها. بلوم بس بشكل كبير جدا 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 على عمر خربين، الفرص اللي بتجيلك في مباريات زي دي ما ينفعش تدعي عمر. الشوط الاولاني جات لك واحده انفراد في منتهى العظمه من ياسر الشهراني، عدى وحطها لك وانت بمنتهى الرعونه نقدر نقول ضيعتها في ايد الحارس. التانية بقى بتاعت الشوط التاني دي تقتل بصراحة، تضايق وتعصب وتوقع الفرقة بدنيا وكل حاجة في الدنيا. الراجل اللي وقع من عندهم لعيب، الفرقة اللي قدامك وقع من عندهم لعيب في منطقة ال 18 بتاعتك، ولحظة ما الكورة كانت مع مونتيري كان المفروض يطلعوها بره عشان يعالجوا صاحبهم، ما طلعوهاش. فلما الكورة جات لكم الحكم مرضيش يوقف الملعب لأنه كانوا هم أولى يطلعوا الكورة لصاحبهم، لما جات لكم راحت لك وانت انفراد كامل بتحطها عاوز تعملها لوب من فوق الحارس ملهاش لازمه ومش وقتها ومش طريقتها ومش مش بص حاجه من الكرات اللي اتعصب واتضايق، لانك الماتشات اللي زي كده بتخلص بواحده واحده. شفنا ليفربول قدام مونتيري خلص الجيم فيرمينيو جات له عمل فيها ايه؟ كده كده جول، ليه لوب وليه جو العرق العربي بينقح علينا في اوقات تقرف بصراحه. جوميز نزل وهو كالعاده مركز انه يجيب الجول وحط جول حلو جدا حلو جدا، وهو في وضعيه الطائر وحطها عكس اتجاه الحارس اللي ما قدرش يمسكها ودخلت واحتفاله الشهير، ولكن ما نقدرش نقول على لعيبه الهلال عملوا مباراه سيئه، وان كنت اتمنى والله ان هم كانوا ياخدوا المركز الثالث ويبقوا الفرقه الثالثه عربيا اللي تحقق المركز ده بعد الاهلي واعتقد السد القطري خد ثالث العالم برضو، فكنت اتمنى ان هم يحققوا بس قدر الله ما شاء فعل ما كانش ليكم نصيب. حتى في ضربات الجزاء مشيت بشكل دراماتيكي بعد ما خلاص اتعادلنا والراجل بتاعهم شاط الكره في السماء وطلعها ودها البحرين كان يخش يضيع فملناش نصيب، بس انا مش عارف ليه خمسه اللي شاطوا كلهم ولا واحد فيهم سعودي، ليه يعني مالهم لعيبه السعوديه ده لعيبه دوليه كلهم ما خلهمش يشوطوا ليه؟ ما علينا، ضربات الجزاء في الاول وفي الاخر ليها علاقه بالتوفيق من عدمه، لكن ما عجبتنيش التسديده بتاعت ادواردو اللي اتصدت، بس يعني ما علينا عملوا مباراه كويسه وقدر الله ما شاء فعل. مبروك المركز الرابع يتكتب في السي في بتاعكم، تستاهلوا اكتر من كده، وعندكم بطوله جايه ان شاء الله في دوري ابطال اسيا باذن الله هتكسبوها وتلعبونا احنا الاهلي ان شاء الله في البطوله اللي جايه ان شاء الله في كاس العالم للانديه. نورتوني وشرفتوني وهارد لك، وفي نفس الوقت مبروك لاني شرفت ناديكم وعملتوا كوره كويسه، مليون مبروك، شوفوا اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية جايه كتير. السلام عليكم.